ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا نعمل فيديوز جديده واحنا لسه في رمضان مكملين. بس الفيديوهات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده هيبقى فيه ان شاء الله باذن الله كذا فيديو. قبل ما اخش في الفيديوهات اللي انا عايز اعمل لها تريلر رياكشن النهارده، حابب اقول كام حاجه. بالنسبه لمسلسلات رمضان، انا كنت عامل زي بول كده على يوتيوب ان حاجتين، يعني كنت عامل بول لحاجتين. اول حاجه بالنسبه لمسلسلات رمضان، عشان عارفين ان الكم بتاع مسلسلات رمضان كتير قوي 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 قوي، فالسنه دي لاول مره بدل ما يبقوا 3 حلقات هيبقوا حلقتين بس لكل مسلسل في رمضان، اول 15 حلقه وبعد كده ال 15 حلقه التانيين. وبالنسبه للمسلسلات اللي هي ال 15 حلقه من اللي بتفرج عليهم، زي مسلسل بين السماء والارض ومسلسل كوفيد 25 لما ينزل بتاع يوسف الشريف، هيبقى له حلقة واحدة بس اللي هو على طول المسلسل الريفيو بتاعه، لان الكم بصراحة كتير جدا 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 بالنسبة لمسلسلات رمضان. وزي ما انتم شايفين دلوقتي، انا بعمل دلوقتي فيديو تاني خالص ملوش اي علاقة بمسلسلات رمضان، وفي كام فيديو لسه جايين في السكة بالنسبة لي، سواء تريلر رياكشن سواء مراجعة الحاجة. فالموضوع فيه كم كتير جدا، وغير برضو ان هما لون برضو بقالي فتره راكن هما لون، وده بصراحه الموضوع ده مضايقني جدا، لان يعني ما عنديش وقت العب العاب تانية او اعمل اللي هو الناريتنج بتاع القصص الرعب. النهارده بالنسبه للبول مسلسلات رمضان. بالنسبه للبول التاني اللي انا كنت عامله بالنسبه لي، كنت بفكر ان شاء الله باذن الله لما نيجي نخش السينما، ممكن لو فيلم مثلا معين بتاع نعمل له فلوج ولا حاجه سينمائي. فبالنسبه لمعظم الانسرز كانت يعني انا كنت كنت كاتب سؤال اللي انتوا حابين تعملوا لي، حابين ان انا اعمل فلوج مثلا لما اروح سينما ولا حاجه او لا، كسبت. فان شاء الله باذن الله لما نبدا نروح سينمات وكده هنحب ان احنا نعمل فلوج، يعني مش هنعمل فلوج باستمرار، يعني هو مجرد كده يعني فلوج واحد كده ولا اتنين كل فين وفين لما نخش سينما، يعني او في حاجه نستحق ان احنا نتكلم عنها يعني. بس ده كل حاجه. بالنسبه للتريلر رياكشنز النهارده، عندنا تو تريلرز هنتكلم عنهم في حلقتنا النهارده، هنعمل لهم ستيفلر رياكشن. اول حاجه هو ذا كونجرينج ذا ديفل ميد مي دو ات، ده الجزء الثالث بتاع سلسله افلام كونجرينج. والفيلم الثاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن هو ذا هيتمانز وايف بودي جارد، حاجه رعب وحاجه كوميدي، يعني الاثنين جانر مختلفين تماما. يعني انا عجبتني فكره ان تو تريلرز يبقوا في حلقه واحده، بصراحه الحركه بتبقى حلوه وصايعه. وانا بالنسبه لي انا ككونتنت كرييتر، بالنسبه لي الموضوع بيبقى اسهل بكتير، بدل ما اعمل حلقه وبعد كده اعمل حلقه تانيه عشان ما نعملش 5000 فيديو يعني والناس تزهق مثلا مننا ولا حاجه. فاحب ان انا اعمل تريلر رياكشن في اثنين مثلا، لو نزلوا في تو تريلرز نتكلم عنه بنعمله، لو نزل واحد بس هنعمله خلاص يعني. برضو يبقى عرفوني الكلام ده في الكومنتس لو الحوار ده عجبكم ولا لا، ان انا اعمل تو تريلر رياكشن في فيديو واحد. يعني انا شايف ان بالنسبه لي انا فكره لذيذه، ما اعرفش بالنسبه لكم ايه، يا ريت برضو توضحوا لي في الكومنتس. وبرضو هيبقى في تريلر رياكشنز، تو تريلر رياكشنز بعد الحلقه دي برضو، اتنين في فيديو واحد. خلينا نبدا على طول بذا كونجرينج ذا ديفلز ميد مي دو ات. هعلي بس شويه تمام عشان انا التلفزيون هنا انتوا عارفين. عايزين نشوف، حابين ان احنا نشوف الكاست ليست. التريلر لسه نازل النهارده، ودي حاجه بصراحه محمسه جدا. انا مش عارف هينزل امتى، هنعرف من خلال التريلر. طبعا هو الكاست ليست بتاعنا اللي هو فيرا فارميجا وباتريك ويلسون، هم اد ولورين، ده طبعا لازم هم اللي يبقوا موجودين. يعني السيناريو ليه كتابة لديفيد ليزلي جونسون، ومن اخراج مايكل تشافيس، اخراج لمايكل تشافيس. ده انا كنت بحسب الاخراج ل اوكي، ده كده هيبقى فيه قازوق، لان المخرج ده هو نفس المخرج بتاع فيلم ذا كيرس اوف لايرونا، والفيلم ده انا ما عجبنيش بتاتا. وعلى فكره ذا كيرس اوف لايرونا جوه التايم لاين زي ما بنقوله كده، جوه التايم لاين بتاع ذا كونجرينج. ف من وجهه نظري الشخصيه حاسس ان الموضوع مش حلو. يعني انا كنت اتمنى يبقى جيمس وان نفس المخرج بتاع الجزء الاولاني. وانا كونجرينج بالنسبه لي واحد من اقوى افلام الرعب على مدار التاريخ، ان القصه حقيقيه سواء الجزء الاولاني او الجزء الثاني، انا بحب الاولاني والثاني بصراحه. الجزء ده مش عارف اذا كان هيبقى حلو ولا لا، للمخرج مش جيمس وان، فده برضو حاجه معصباني يعني سيكا. مش هيبقى في العجوزه بتاعت انسيديوس، ولا هي كانت ماتت اصلا، ولا هي كانت ماتت صح؟ انا ما اعتقد ان هي كانت ماتت، ولا هي ما كانتش موجوده اصلا، انا مش فاكر. انا دايما بتلخبط ما بين انسيديوس وكونجرينج على فكره يعني.
بس كونجرينج الاولاني والتاني كانوا جامدين يعني صراحه. يعني الريليز ديت هيبقى 28 مايو الشهر الجاي. الشهر الجاي هيبقى فيه سبايرال برضو طبعا، ده انا منتظره جدا، احد من سلسله افلام سو. مش هصور عليكم كتير في في الكلام يعني في الاول، عايزين نخش نشوف على طول التريلر بتاعنا لفيلم ذا كونجرينج ذا ديفل ميد مي دو. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، طبعا هشوفه معاكم دلوقتي الاول مره ذا كونجرينج الجزء الثالث. يلا بينا. The existence of God every time a witness swears to tell the truth. It's a witch's totem. We think your family was cursed. Something terrible happened here. اوكي، تريلر حلو جدا. ايوه ايه ده، الست في الاخر هتموت ولا ايه؟ هو عامه يا جماعه ده هيكون اخر جزء في سلسله ذا كونجرينج يونيفرس، ده اخر جزء ليه افلام كونجرينج عشان تبقوا عارفين يعني. مفيش اي، ما اعتقدش ان هيبقى فيه اجزاء تانية هتنزل كونجرينج، ان هم قالوا هيبقى هيقفل على التريلوجي. ممكن بقى بعد كده يعملوا دنان جديد، ممكن بقى يعملوا انابيل جديد، يعملوا ذا كيرس اوف لايرونا تاني. عامه دنان ده كان فيلم يقرف، من اكتر افلام كونجرينج، سلسله كونجرينج كانت بجد وحشه جدا، قد تكون الاسوأ يعني. يعني فيلم ذا نان ده كان انا بالنسبه لي اسوأ فيلم في سلسله كونجرينج كلها. انابيل الوحيد اللي عجبني اللي هو كان انابيل كرييشن اللي هو كان بتاع دار الايتام، ده كان اكتر واحد عجبني. الاولاني ما عجبنيش، والتالت ما عجبنيش اللي هو انابيل كامز هوم، ده ما عجبنيش. ما كانش قد كده. ذا كيرس اوف لايرونا برضو ما عجبنيش. هو الاول جزئين بتاع كونجرينج هي اللي شالت السلسله بطريقه جامده يعني من وجهه نظري الشخصيه. الفيلم هيتعرض في السينمات وهيتعرض على منصة HBO Max، فهل هنتفرج عليه على منصة HBO Max ولا هنتفرج عليه في السينما؟ الله أعلم، لسه مش عارفين. بس أنا من وجهة نظر الشخصية شايف إن الفيلم ده لو شاف سينمائيا هيبقى أحلى بكتير جدا. الهايب بتاعت الفيلم والرعب والجامب سكيرز بقى والحاجات والحركات هتبقى أصيع في السينما من وجهة نظر الشخصية، أحسن من لما تتفرج عليه في البيت يعني. من الآخر بالذات نوعية الأفلام دي يعني الواحد بصراحة بيتوحم على فيلم رعب من زمان، فمش عارف، احتمال كبير ممكن نشوفه في السينما يعني. وهينزل كمان آي ماكس، يعني المحبين السينمات آي ماكس المتاح في الآي ماكس عندهم في بلدهم هينزل فيلم كمان آي ماكس، فده بالنسبة لهم ده حاجة أدفانتج يعني. نسبة ترقبي لفيلم كونجرينج الجزء الثالث هي 8/10. أنا بس خايف من التربية بتاعت إن المخرج مش جيمس وان وفي الآخر كلنا نلبس في حيط، وده يكون اسخف جزء في عالم كونجرينج السينمائي. وبصراحه هتقفل قوي لان انا الجزء ده مستنيه من زمان يعني. اتمنى ان هو يبقى حلو زي، او اتمنى ان هو يبقى قوي زي الاجزاء اللي فاتت. التريلر الثاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن هو فيلم ذا هيتمانز وايف بودي جارد. الفيلم الاولاني او الجزء الاولاني بتاع ذا هيتمانز بودي جارد كان من افشخ الافلام الكوميدي اللي انا شفتها فترة كبيرة يعني. سامويل إل جاكسون وراين رينولدز بصراحة يعني الفيلم بصراحة فيه كمية إفيهات مش طبيعية، وأتمنى أن هو يكون ريتد آر، ما يكونش بي جي 13. أتمنى يعني بصراحة، أنا عايز أبص هل هو ريتد آر ولا لأ قبل ما أتفرج على التريلر، لأن بصراحة دي ممكن تكون حاجة تقفلني. هم لسه ما نزلوش البيرنتس جايد بتاعه، ماشي لسه مش عارفين لحد دلوقتي هو هيبقى ريتد ار ولا بي جي 13، بس على ما اعتقد بنسبه كبيره جدا هيبقى ريتد ار. ولو بصراحه ما بقاش ريتد ار هيبقى في حاجه غلط يعني، الفيلم كله معظمه شتايم من سامويل ال جاكسون. المخرج الفيلم هو اللي هو باتريك هيو، نفس المخرج بتاع ذا هيتمانز بودي جارد. الكاست ليست هو برضو رين رينولدز معانا، وسامويل ال جاكسون، ومورجان فريمان، انطونيو بانديرس، وفي سلمى حايك معانا في برضو الجزء ده، وفي كمان ريتشارد اي جرانت،
واو ذاتس ا نايس كاست ان انا اتفرج عليه بصراحه، ومتحمس ان انا اتفرج على التريلر، لان الجزء الاولاني انا لما شفته بصراحه يعني واحد من اكتر الافلام اللي بجد قتلتني ضحك. الفيلم ده ضحك السنين يعني. طبعا كالعاده ما شفتوش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. ذا هيت مانز وايف بودي جارد، يلا بينا. Lemma fait took my husband. Kill them. We have to go get him. No. I'm not getting involved in this. I'm under strict psychological orders. And no blood. What is he doing here? Are you using pepper spray? I'm on sabbatical. We're trying to have a baby. What the? I would make a great mother, don't you think? Oh my god, a child would be so lucky. اوكي يا جماعه، شكله تريلر فشيخ وشكله هيبقى فيلم فشيخ زي نفس الجزء الاولاني، نفس درجه الكوميديا اتمنى بصراحه تبقى موجوده زي الكيمياء اللي كانت موجوده في الجزء الاولاني ما بين رين رينولدز وساميول ال جاكسون. على فكره التريلر ده اكيد طبعا يعني عارفين اللي هو بيبقى فيه افلام معينه في التريلرز بينزلوا منها تريلرز عاديه، وفي افلام تانية بتبقى ريد باند. فكرة ان سامويل ال جاكسون الجزء ده او في التريلر ده ما قالش ولا ام اف وورد، دي بصراحة غريبة. انا بصراحة هتفرج بعدين لو هيبقى فيه ريد باند تريلر عاملين له تريلر ولا لا، فاكيد وش هتفرج عليه، بس طبعا مش هيبقى في الحلقة، هتفرج عليه مع نفسي يعني. جماعة ايه الضحك ده؟ الفيلم ده لازم سينما، الفيلم ده لازم سينما. اللي ما تفرجش على الجزء الاولاني يا جماعة لازم تتفرجوا على الجزء الاولاني، لان فايتكم كمية ضحك مش طبيعية. سلمى حايك يا جماعة ايه ده؟ ولك سلمى حايك تقريبا دخلة في الخمسينات على ما اعتقد، وتحس ان هي واحدة عندها حاجة وعشرين سنة. ايه يا جماعة العظمة دي؟ يعني ده ايه ده؟ بصراحة انا متحمس جدا للفيلم ده. الانترو بتاعت الفيلم بصراحة فشيخة من حيث التريلر، و طبعا اختيار رين رينولدز وسامي ال جاكسون وسلمى حايك بصراحة كاست في الجون كالعادة، واللي اختار اغنية هيت مي بيبي وان مور تايم بتاعت بريتني سبيرز ده عبقري بصراحة في التريلر. يعني نسبة ترقبي للفيلم هي طبعا 10 من 10، لان الجزء الاولاني كان وهم من يعني زي ما قلت لكم انا من وجهة نظر الشخصية واحد من اقوى الافلام الكوميديا كانت نزلت سنتها. واحد من اقوى الافلام بالنسبة لي لرين رينولدز بعد ديدبول على طول كوميديا. بس دي كانت حلقتنا النهاردة، تريلر رياكشن بتاعنا ذا هيت مانز بودي جارد وذا كونجرينج الجزء الثالث. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.